بسم الاب والابن والروح القدس الان. تحل علينا نعمته الان وكل اوانه الى دهر الدهور كلها امين. اتعش من يعني البريك ده يكون يدينا دفعه ونبدا دلوقتي مع بعض الدراسه مع قدس ابونا الحبيب ابونا بولس رمزي. ابونا ليس بغريب عن المدرسه، ابونا بيدرس معنا في المدرسه وبيدرس في اماكن كتيره، معاهد لاهوتيه وكليات كليريكيه، بيدرس العهد القديم، وهو ايضا محل محبه وثقه الكنيسه في حوارات كتير لاهوتيه مع الكنائس الاخرى، ويعمل في اعمال كثيره جدا. بيفرحنا وجوده معانا، اضافه كبيره. جميعكم تعلمون ان ابونا بيجي من بني سويف وعنده اهتمامات كتيرة جدا، بالذات في مجال التراث القبطي والأدب القبطي وكل ما يختص بالمعرفة والتدريس والتعليم والتفتيش والبحث، وبننتظر منه الكثير من أجل مجد ربنا ومن أجل انتشار الملكوت. وربنا يدي لأبونا الصحة، ودائما أبدا الله يرسل في الكنيسة من شبابها ليجدد شباب الكنيسة في كل زمان وفي كل مكان. أبونا أنا أعرفه منذ زمان، من زمن طويل، وخدم في أماكن كتيرة، خدم في كوريا، خدم في أماكن كتيرة من العالم في المجالات الكرازة والتبشير والترجمة. وانا بس مجرد يعني كده تعريف لبعض الاخوه اللي حاضرين معانا من خارج المدرسه اللي ما يتعرفوش بابونا. راح نبدا مع بعض دلوقتي بانوراما دراسيه للابو غلامسيس، سفر الاستعلان النبوي، قديس العظيم يوحنا اللاهوتي الحبيب. والدراسة بتنصب على دراسة كتابية نصية لغوية مقارنة من أجل إيضاحات على السفر. ربنا يدينا نعمة. أتعشم كل واحد يسيب الدنيا كلها اللي بره خارج نطاق ذهنه وقلبه، كلنا نقفل الموبايلات، كلنا نركز هنا والآن، عشان الوقت ده يبقى فعلا احنا اتنقلنا بالروح الى بطمس عندما انفتحت السماء. اتفضل يا رب. حلو يا بابا. بسم الله والابن والروح القدس الاحد امين. القديس يوحنا اللي يحب العهد القديم، الانجيل والبشاره بتاعته والرؤيه من اسهل الكتب اللي هو كتبها للي يحب العهد القديم. احنا عندنا الكتابات بتاعت القديس يوحنا هم خمسة: البشارة والرؤية والثلاث رسائل. في المشهد بتاع الرؤية وبتاع البشارة عندنا طريقة ثابتة عند القديس يوحنا، وانتوا لو قريتوا الانجيل في البيت هتلاقوها موجودة. يحب دايما يتكلم عن المسيح الملك الجالس على العرش او الاله الازلي السرمدي، تمام، اللي هيجي يتجسد. بعد كده يتكلم عن المسيح اللي وسط الناس، بعد كده ازاي المسيح ده يدى الخلاص وسط الناس، ازاي المسيح ده كوري زي ايه به. القصة دي موجودة في انجيل يوحنا، بيرجع عيدها تاني. عشان كده عندنا يوحنا واحد يتكلم في الانجيل عن المسيح اللي هو ايه منذ البدء الازلي، ثم يوحنا اتنين يتكلم عن المسيح اللي جه في عرس قناة الجليل ودخل الكنيسة، ثم في صحاح ثلاثة يقول لنا الخلاص بالمعمودية، في صحاح اربعة يحكي حكاية السامرة، عشان في الاخر ايه ولكن الناس طلعي السامرة كلها من السامرية عرفت ان هو ده المسيح المنتظر. بعد كده هيجي في يوحنا خمسة يرجع عيد الكرة تاني، وفي مريض بركة بتحاس ده يقول لنا ان هو والاب ايه واحد، زي ما هو قال في البداية كان الكلمة والكلمة كان عند الله، يعيدها تاني عشان يعيد المشهد ده. بنفس الطريقة في سفر الرؤية زي ما قال لكم دكتور عادل في البرزنتيشن في الاول، ان هي مش خطي، ان هو بيبدأ عايز يعلن من هو المسيح اللي جه وعاش وسط الكنيسة وكل الضعف اللي فيها قواها عشان يرجعها فيه. عارفين ايه اللي بيعمل النول؟ النول بتبقى خطوط بالطول وخطوط بالعرض، اللي قاعد على النول هو شغال همه انه يخلص ايه السطر،
بس هو في نول كليم او السجاده تتعمل من خط واحد، فبيرجع يعيد من تاني من الاول ويرجع يعيد تاني. ففي كل مره هو بيعيد بياخد نفس الخط، بس في كل مره بيعمل ايه؟ بيرتقي. عشان كده عندنا توافق ما بين الانجيل وما بين الرؤيه. اللغه اليونانيه بتاعت الرؤيه ما هياش كلاسيكيه زي الانجيل. الانجيل اتكتب بلغه يونانيه فصحى، اما الرؤيه اتكتبت بلغه بسيطه وفيها بعض العبارات الخاصه بالادب الرؤيوي، لان الانجيل ما فيهوش في البشاره بتاعت القديس يوحنا حاجه عن الاخرويات زي الرؤيه. فخصائص كل واحد من الاثنين حددت اللغه همشي في اي اتجاه. زي واحد بيخدم اجتماع خدام هيتكلم باسلوب، غير لما ينزل يخدم مع فئه معينه مستوى التعليم معين هيكلمها باسلوب ايه تاني. فهنا هو برضو اختلاف اللي هو عايز يوصل بيه. عندنا الكتابات بتاعت القديس يوحنا اول حاجه كتبها هي الرؤية، ثم كتب الانجيل، ثم كتب ايه الرسائل. عشان كده عندنا في الرؤية هو السفر الوحيد اللي في الكتاب المقدس يتحدث عن تعبير اسمه المجيء الثاني، لان بيتكلم عن المسيح اللي هيجي على السحاب والمسيح اللي احنا ناظرين له في قمه مجده. ومش هننسى ان القديس يوحنا جاي من خلفيه كاهن لاوي، لان هو من خلفيه اسره يهوديه من بيت لاوي. ففي الرؤيه هنتكلم ان هو بيأكد على ان المسيح جه يدينا الوظيفه بتاعته، ان هو يعطينا ايه؟ ان احنا الكهنوت والملك، فجعلنا كلنا ايه؟ ملوك وكهنه. بس ليه ما اكدش على وظيفه النبوه؟ لان هو في سفر الرؤيا اوريدي احنا وصلنا السماء، فما فيش تعليم لحد لسه هنعلمه علشان يجي يخلص، لانه طالما قبل التعليم فاذا اصبح هو ايه؟ دخل جوه. فمفتاح السفر هي ملوك وكهنه، دي مفتاح السفر بتاع الرؤيا. في انجيل يوحنا هو بقى بيبتدي يفك الحاجات اللي ما كانتش مفهومه فيفكها في التوازي في انجيل يوحنا، وهيبتدي يشرح الكلام ده هناخده بالتفصيل. فنراجع مع بعض. احنا من الاول عندنا ما كتب اولا هو الرؤيه نفسها، ثم الانجيل، ثم الرسائل. في سفر الرؤيا هو بيعالج قضيه المجيء الثاني للمسيح على السحاب. في الانجيل هو بيعالج قضيه مهمه جدا هي لاهوت المسيح نفسه. في الرسائل ولا سيما الرساله الاولى بتاعته في يوحنا هو بيعالج قضيه ناسوت المسيح، حقيقه التجسد ده احنا لمسناه وشفناه بعينينا وكنا وشربنا معاه وتعاملنا معاه. فهو في الكتابات بتاعته ماشي بالخط وكلها بيعلن المسيح. طب دي جبناها منين؟ اشهر كلمه في كتابات القديس يوحنا هي كلمه ايه؟ الحق. ويقول لك تعرفون الحق والحق، تلاقيه دايما بيكرر كلمه الحق في الرسائل وفي كله. عندنا كلمه الحق في العبري هي كلمه مربوطة، وتلاقوا في الرؤية يتضح الاستخدام الكتير للأرقام، زي رقم 666 رقم الوحش، 1260 اللي هي الثلاث سنوات ونص لو قسمتها على 30 الشهر، هتلاقي الخمس أشهر 12 باب، 144,000، أربع حيوانات أو أربع كائنات، 24 قديس. دي طريقة بنسميها في علم الحسابات اليهودية جيمارتيا، تمام؟ ليها طريقة، لو أنا طلعت براها هخش في حاجة من اتنين، يا هبقى في اليهودية وحركة التهود بتطرف، أو هخش في الغنوصية، ودي هننتقل إليها. فهو لما حتى السفر يبتدي يعلن مين هو إلهنا رب المجد المتجسد، يقول لك الأول والآخر، الألفا والأوميجا. طب لو هو بقى بيكتبها وهو متشبع بخلفية يهودية، هتبقى الألف والياء دي إيه؟ هيبقى شكلها إيه؟ فإحنا هنمشي مع بعض. دي الألفا والأوميجا، الأول والآخر، تمام؟ ليها شكل تاني هجيبه بسرعة. ده دي لو اتكتبت بالعبري القديم اللي هو الخط الساكن، تكتب بالشكل ده. عندنا حرف الألفا في العبري بيشير للطور اللي هو الذبيحة اللي في يوم الكفارة تذبح، والحرف النهائي بيشير للصليب. فهو لما بيقول هو الألف والآخر، هو عايز يقول في السفر كله أن المسيح هو الذبيحة المقبولة الحقيقية. وضحت دي؟ هناخدها تفصيل التفصيل التفصيل النقطة دي، هنرتكز عليها. فنراجع اول حاجه، هو كتب اولا سفر الرؤيا في الفتره من 81 ل 85، ثم البشاره بعد 85، ثم الرسائل من 85 ل 95.
طب في آية في سفر الرؤيا بتخلي الناس ممكن تقول لك لا 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 ده سفر الرؤيا آخر حاجة اتكتبت في العهد الجديد واختم النبوة ومحدش يتنبأ تاني. لا لا دي اتكررت في حاجات تانية قبل كده زي ما جت في التسدية. ناخدها النص كده بالظبط تلاقوا في رؤيا 22 18 19 يقول كده: لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب، إن كان أحد يزيد على هذا يزيد عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. الكتاب هنا اللي هو كتاب الرؤيا نفسه. فهنا المفهوم العام اللي يقرأ دي وفي آخر صفحة في الكتاب المقدس ما فيش حاجة تانية تبقى إيه؟ لاحقة. ما هيش الفكرة في كده، لأن نفس الفكرة دي مطروحة في سفر التثنية 4:2: فالآن يا إسرائيل اسمع الفرائض والأحكام التي أنا أعلمكم لتعملوها لتحيوا وتدخلوا وتملكوا الأرض التي الرب إله أباكم يعطيكم. هيقول لي بقى النقطة الجوهرية: لا تزيدوا على الكلام الذي أنا أوصيكم به ولا تنقصوا منه لتحفظوا وصايا الرب إلهكم التي أنا أوصيكم بها. فده ربنا قاله لموسى في حريب قبل ما موسى هينتقل وربنا هيخفي جسده. لا، واتكررت مرة تانية في تثنية 12:32: كل الكلام الذي أنا أوصيكم به احرصوا لتعملوه، لا تزد عليه ولا تنقصيه منه. يبقى لو كده احنا قفلنا هنا في سفر الأمثال 30:6 يقول: لا تزد على كلماته ولا يوبخك إيه فتكذب. هنا عايزين نفهمه ان الآية دي مربوطة بالرؤية نفسها بتاعت رؤية 22 اللي هو ما تزودش على أقوال النبوة، لأنه بعد الرؤية هو بكتب الإنجيل نفسه. ولما نحط الإنجيل بالتوازي مع الرؤية ككتابين زي مثلا الإنجيل بتاع لوقا أو أعمال الرسل بيكملوا بعض، هنفهم ليه مثلا في الإنجيل لما يجي حد يقول لك هو التجربة على الجبل جت في الثلاث أناجيل الإزائية متى ومرقس ولوقا، ما جاتش ليه في يوحنا؟ لأن هو في الرؤية طرحها. طب هيجي حد يقول لك طب الموعظة على الجبل في معلمنا متى، ليه القديس يوحنا ما جاش ناحية الموعظة؟ هو طرح الموعظة، طرح جزء كبير منها، لأن المسيح ليه ثلاث عظات: العظة اللي على الجبل دي المشهورة، وليه عظتين تانيين اللي هو قبل ما يبتدي يخش على أورشليم والصلب والأحداث دي. المسيح طرح درح ده هتلاقوه في الرؤية، يعني العظات هتلاقوها اللي في الأناجيل الإيزائية لها مردود في الرؤية، التجربة على الجبل لها مردود في الرؤية. فهنا احنا ما بنقراش الكتاب المقدس يعني شريحة واحدة. مشكلة مفسرين كتير قالوا سفر الرؤية ان هو قروه كقطعة لوحديها، وقطعة نفيسة بس مش محطوطة لوحديها، هي محطوطة جوه مجموع اسمه الكتاب المقدس، فهي بتتقري بالكتاب، فهو مفكوك سفر سهل، بس محتاجين نعرف الطريقة اللي نخش بيها للسفر. وأسهل طريقة يعني مثلا جيت هنا أنا بسأل أبونا فلان ده مين، أبونا حكى لي عنه، فجي سألت واحد تاني راح حكى لي عنه، واحد تالت حكى لي عنه، وأنا ما رحت سألت فلان أنت مين ولا تعاملت معاه، أنا كده ببني قناعات على إيه؟ كلام المحيط. طب ما أنا أتعامل معه هو نفسه. سفر الرؤيا لما نخش عليه هو نفسه بخلفية كتابية يعني تبقى كويسة هيبقى من أسهل الأسفار في الكتاب المقدس، لأن ربنا ما كتبش طلاسم عشان إحنا ما نفهمهاش. لو ربنا كان قصد أن يحط طلاسم إحنا ما نقدرش نفهمها ونستوعبها ونعيشها في الكنيسة، طب هو كتبها ليه؟ فدي نقطة جوهرية، وإحنا بنبص على أي نص في الكتاب المقدس من سفر الرؤية بس، إنه هو مش مكتوب علشان يبقى لغز ما عرفش أحله، بس هو ليه طريقة نشتغل فيها هنعرف في كتير. فالغرض من تأكيد القديس يوحنا على رؤية 22 إن هو اقفل، إن هو يعني إن كلمات الرب يسوع في الكنيسة هي للكنيسة، الرسالة بتاع سفر الرؤية هي أعطيت للكنيسة. عشان كده أول قاعدة في التفسير إن إحنا بنفسر الكتاب المقدس منين؟ من الكنيسة، طالع من جوه الكنيسة وحياتها علشان يتوجه إلى إيه؟ الكنيسة. عشان كده في كلمة مشهورة جدا في سفر الرؤية من الكلمات المحورية زي كلمة العرش، الحمل، العبادة. يعني أنتوا تستغربوا بعض المفسرين ممكن ما يبقاش كنيسة تقليدية، يعني ما عندوش مذبح وكهنوت. الكنيسة الغير تقليدية ما عندهاش مذبح وكهنوت. وتلاقي في الكتب بتاعتهم يقول لك إيه؟ لتروجية يوحنا في الرؤية. نعم. طب ما انت ما عندكش الليتروجية. لا، هو انا عايز اكد الليتروجية الكنيسة. وتلاقوا في صيغ قديس يوحنا بيحطها في الرؤية دي اوريدي نصوص محفوظ، زي ما انا اقول لك ايه، يلا هنصلي هنقوم نقول صلاة الشكر كله ايه حافظها، تعال نقول لبنا الذي كله حافظها، تعال نقول بقى قدوس قدوس
مش يوحنا هو أول واحد كتابها، ده موجودة من العهد القديم في أشعياء استمدها. فدي نقطة مهمة جدا لازم نبص عليها، إنه إحنا بنفسر السفر إحنا بنطلعه من جوه لتروجيت الكنيسة والكنيسة وحياتها وفهمها ليه علشان نقدمه للكنيسة من إلى، بس في الاثنين الكنيسة، لأن السلطان اللي ربنا يدي للكنيسة إن إحنا نفهم بيه الكلمة بتاعته، لأن هي دي بتاعته هو. عشان كده الهرطقة ما يقدروش يفهموا كلمة الله ليه؟ لأن هم مش طالعين من جوه الكنيسة. عشان كده السفر ده كتير في مدارس النقد تهاجم أو انتقد، ما عجبش ناس كتير ليه؟ لأن هم عايزين يطلعوا برا الكنيسة. هو السفر ده برا حياة الكنيسة غير مفهومه. لما هناخد منهج التفسيرية بالتفصيل هنكتشف إن هذا السفر فعلا لازم الكنيسة تعمل له ليلة مخصوص. يعني ده السفر الوحيد اللي في الكتاب المقدس يتقري للعامة وللكل ويتعمل له طقس، وتلاقوا طقس الكنيسة مركز على النقط اللي هي ترشد الناس للسماء. من له زنان للسماء نعمل لها مرد، الأزباط نعمل لها مرد، هللويا نعمل لها مرد على الرغم ان هي جت كم مرة. ده اللي عايز هللويا هللويا ويدور عليها كتير يطلع على المزامير. وبنية السفر انا اقدر اقول لكم تعبير جميل جدا، هي بنية خماسية. النقطة دي توضح لنا حاجات كتير. عندنا أسفار موسى الخمسة، تكوين، خروج، لويين، عدد ايه؟ تثنية. انجيل معلمنا متى اتبنى بنية خماسية، خمس مراحل، وفي كل مرحلة بيعمل مردود للأسفار الخمسة. طب تعرفوا انه سفر المزامير نفسه الكبير ده متقسم خمس مراحل؟ ففي أول مجموعة يتكلم عن سيادة الله، تاني مجموعة معرفة الله الخروج، تالت مجموعة عن الذبائح، رابع مجموعة عن عناية الله بشعبه، آخر مجموعة تلاقوا المزامير بتتوجه ناحية حفظ كلمة الله. سفر رؤيا نفس الفكرة، هيتكلم عن المسيح السيد اللي بيفحص الكنائس، اللي بيرعاها، اللي بيحفظها. يبقى كده جبنا التكوين. في الجزء الثاني لما ينتقل على رؤية العرش، سفر الخروج أكتر كلمة ربنا يركز عليها فيه المعرفة، ان الناس تعرف ربنا الاله الحقيقي. فانا هيقول لك اللي عارفين الخروف وتسبحته والذين لهم، ان هم يعرفوا الترنيمة الجديدة التي لإسرائيل. فهنا يبقى هنا ده مردود التكوين، هنا ده مردود الخروج. بعد شوية كلمنا عن الحمل المذبوح الذبيحة، قلت لكم هو في السفر في الاول والاخر ايه عايزوا الالفا واوميجا، البداية والنهاية، الاول والاخر. في العبري الاول والاخر اللي الالف والت، اخر حرف في العبري مش الياء، الت، تمام؟ فعايز يقول هو الأول والنهاية، هو الذبيحة اللي بتاعت الكفارة التي ستقدم عليه. فهنا في الجزء الثالث هيقدم لي المسيح ده. في الجزء الرابع هتلاقي بقى تظهر مشهد صعب للناس كتير، هو ازاي ربنا يقدر يحافظ على شعبه قدام واحدة عدالة على وحش، وقدام تنين، وقدام حروب صعبة، وغضب ربنا اللي نازل زي سفر العدد. ازاي ربنا يحافظ على شعبه في البرية ويقول لبني اسرائيل 40 سنة يا اسرائيل ماشي ورايح في البرية، هل جزمتك نعلك اتقطع؟ هل ثيابك اللي عليك ده اللي بيجيب تيشيرت ولا بلوزة ولا فستان ولا اي بدلة سنتين ثلاثة وتلاقيها تتفتل؟ فربنا يقول له انت 40 سنة هدومك ما حصلهاش حاجة. فتلاقي سفر الرؤية في المرحلة الرابعة بيركز على احصائية سفر العدد. في الجزء الاخير تلاقوا نقل سفر الرؤية نقلة غريبة جدا، إن هو يبتدي يتكلم على أقوال النبوة، حفظ كلمة الله، معرفة كلمة الله، لأن ده اللي موجود في سفر التثنية. سفر التثنية مبني على كلمة واحدة، إن الشخص يسمع وصيته الله، يسمع كلمة ربنا. يبقى البنية الخماسية للسفر ما هيش غريبة عن الكتاب. الرؤية لو خدتها لوحديها هتبقى طلاسم، لكن لأن هي مش ربنا ما اداهاش لوحديها، وربنا ما اداهاش لغز ما نعرفش نفهمه، هو اداهولنا جوه مجموع اسمه الكتاب المقدس، افهمه جوه المجموع ده، ما اقدرش افهمه معزول. عشان كده البنية الخماسية في اسفار موسى الخمسة كان لها مردود في المزامير، كان لها مردود في الانجيل معلمنا متى، كان لها مردود في سفر الرؤية. فبنقدر نفهم بنية السفر. عشان كده هنبتدي ازاي هنشتغل في العهد القديم. السفر بيتكون في عدد اياته 403 في 22 اصحاح. في من العهد القديم واخد كده اقتباسات وحاجات مركبها. قديس يوحنا خلي بالكم كان من الناس اللي مطحون عهد قديم، مطحون يعني زي قال لكم ايه، واحد قاعد على البحر كل يوم ينزل يعوم، فده ينزل يعوم ما يغرقش،
ده شغلانته السباحة، هو معجون في العهد القديم، فلما طلع بيقتبس بحرية من العهد القديم ويشتغل من هنا وهنا من هنا وهنا. فسفر الرؤيا بقى هو 403 آية، عارفين فيه كام اقتباس من العهد القديم؟ 680. يعني ده الآية ممكن في سفر الرؤيا ممكن تتفك بنبوتين ثلاثة من العهد القديم. هنجيب لكم أمثلة بعد شوية في مناهج التفسير. فهنا سفر الرؤيا هو طول ما أنا حطت معاه الكتاب المقدس هيتفهم. تيجوا مثلا تبصوا على المسيح الجالس على العرش، حسكال يحكي عنه، بس حسكال بيتكلم عنه وهو بص عليه من تحت، لسه ما خدش البشرية لسه ما خدتش بالفداء نعمة البنوة. يوحنا لما بقى يجي يتكلم ويجي بتاع حسكال يتكلم عن البقرات مربوطة ببعض، وان لما تيجي البقرات تتحرك يقول لك اتحركوا البقرات مع بعض اللي الاربع كائنات، تمام؟ هو شايف من تحت. يوحنا بقى لانه دخل في الخلاص اللي ده المسيح وفعل المسيح اللي تم على الصليب، فشايفه اراه ايه وجها ايه، فابتدي يتكلم على الكائنات مش زي حسقيال من الجنب كده. انا شغال بوصف الكمبيوتر ده من الجنب، فهوصف الجزء ده، تخيلوا بقى لا انا قعدت كده فهوصفه ايه كده. فهو في الرؤية هيوصف الجالس على العرش مش رؤية زي حسقيال من بعيد، لا ده هيقرب اكتر، مش زي اشعيا من بعيد هيقرب اكتر، مش زي دانيال. عشان كده هو ابتدى يستعير النبوات بتاعت العهد القديم ويركبها علشان يقول ان احنا اصبحنا في العهد الجديد لنا نعمة مضافة، ان احنا نقدر بقى نخش المحضر الله. وضحت؟ فهو السفر لا جميل وفي شغل جميل. ال 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 السفر بقى هنبتدي دلوقتي نشتغل على الارقام، ولا قلت لك تحب نشتغل على المنهجية؟ ماشي. الارقام، اول رقم في سفر الرؤيا بيتعب الكل هو ايه؟ 666. واحنا اولادك تلاميذك. اول حاجة عندنا في العبري ان كل حرف اللي ايه؟ رقم، زي الابجدية زي دي كده، ابجد هو حطي كلام. فحرف الالف اللي هو الايه هيبقى برقم واحد، حرف اليود اللي هو الايه هيبقى برقم ايه؟ 10. تمام؟ تعالوا نلعب لعبة حلوة. وكما رفع الموسى الحية هكذا ينبغي أن يرفع. تمام. فالحية بالعبري بنسميها نيحش. نيحش، نون ح شين. النون هيجيب كام؟ يعني بصوا هنمشي مع بعض، احنا نتعلم الطرد. اليه بعشرة، الكاف بعشرين، اللام تلاتين، الميم أربعين، النون خمسين، صح؟ أدينا ماشيين مع بعض زي اللي بيلعبوا استغماية، 1 2 3 4 10 20 30 40 50 60 100، هي نفس الطريقة، ما هيش غريبة. فأنا عندي الحد اليه اللي هو اليوت اللي هي الواي ده بعشرة، الكاف اللي هي الكي 20، اللام الال 30، الميم 40، النون 50. نحش دي فيها أول حرف إيه؟ نون، يبقى رقم كام؟ 50. الحا هو الحرف الثامن، ألف ب ج د 4، ه 5، اليو 6، الزيت ب 7، الحا اللي هي السي اتش دي ب 8، وأنا عندي هنا حا يبقى كام؟ 8. الشين بقى لا احنا هنكمل، قلنا الياه ب 10، الكاف 20، اللام 30، الميم 40، النون 50، السين 60، العين 70، الاتش اللي هي البي تيلا هتبقى 80، التس هتبقى 90، الكوف هتبقى 100، الروش تبقى 200، الشين هتبقى كام؟ 300. جمع الرقم ده. تمام. كلمة مشيح اللي هي المسيح، قلنا الميم بكام يا جماعة؟ ب40، صح؟ اللي هو قلنا بكام؟ ب10. الشين قلنا بكام؟ والحاء بكام؟ هيبقى الرقم كام؟ 358. المسيح عايز يقول لهم ايه بقى في الآية دي؟ ازاي؟ حاضر. ما
ده بالعبري. انا هريحكم. عارفين الابنيه اللي بتقول ابجد هوس حطي كلام صحفص خرشت الف ب ج د اللي هي 1 2 3 4 اللي هي ابجد هوز ه هو وزين اللي هي 5 6 7 تمام حطي حط ه اللي هي 8 9 10 كلام اللي هي 20 30 40 50 تمام ترتيب الابجديه لحد ما اوصل للرقم الاخير. فهم عندهم في اليهود في الحسابات بحول الحروف لايه؟ لان هم ما عندهمش 1 2 3 4 بيكتب الحروف بايه؟ الارقام بحروف. فكلمه الحي ع النون والحاء والشين 50 8 ايه 300 هتجيب كام؟ تمام. كلمه المسيح ميم ي ش ح تجيب كام؟ عشان كده المسيح في القديس يوحنا في الايه الامي كما روفي يوحنا 3 14 وكما رفع موسى الحي في البريه هكذا ينبغي ان يرفع. هو عايز لهم انا ابن الانسان اللي انتم شايفيني. بس اقول لكم على حاجه، هو المسيح بيقول لهم ده انتوا بتقولوا عليا في كتاباتكم كيهود كتابات الربانيه ان المسيح هيجي اسمه مجموع من اسم الحي اللي رفعها موسى 300 كام. انا بقى هو ده. وضحت دي الطريقه. فلما بيستخدم الطريقه دي بيبقى فيها ايه؟ المفتاح. فلما هيقول اسم الوحش في اول اخر الاصحاح 13 يقول لك ايه؟ هو اسم شخص، اسم انسان، وانت هتعرفه ان هو 606 ايه؟ 60. في لك ايه في الاول خالص على الوحش يقول لك ومكتوب على راسه اسمه، تمام؟ اللي هو اسم ايه؟ تجديف. في الاسم الوحش في اول الاصحاح يقول لك ايه؟ مكتوب على راسه اسم ايه؟ تجديف. بالطريقه دي، الطريقه دي بتستخدم امتى؟ لما بيكون هو مدي المعنى في النص، زي كما رفع موسى الحي هكذا ينبغي ان يرفع ايه؟ ابن الانسان والمسيح. هو هنا ادانا المفتاح. في الوحش هو حط المفتاح من فوق وحط لغز ايه؟ فخر الاصحاح من تحت، تمام؟ بس ممكن ناس تغلط وتاخد الرقم ده تقطعه على حروف تانية وتطلع اسماء ايه؟ تانية. عشان كده اسم الوحش اللي هو الثلاث ستات ناس ترجموه على نيرون، وناس ترجموه على الامبراطور دوميتيان، وناس ترجموه يعني من ضمن التفاسير ترجموه على صدام حسين لما عمل حرب الكويت، وفي تفاسير دلوقتي ترجمته على داعش، وفي تفاسير ترجمته على اللي حصل في القرن السابع من الجزيره العربيه، وفي ناس ترجموه لا على العثمانيين لما جم احتلوا اليونان وابتدوا يعذبوا اليونانيين، ولما قامت الحرب البارده ناس ترجموه على الاتحاد السوفيتي، ولما بقى استنوا بس، ولما ظهر بقى خدوا بقى الجميله دي الجماعه لما حصل مارتن لوثر انشق عن الكنيسه الكاثوليكيه الجماعه الكاثوليك في روما قالوا ان الوحش ده مارتن لوثر، راح مارتن لوثر رد عليهم قال لهم لا ده انتوا الوحش. وابتدوا بقى يشتغلوا ان انا احول الحروف من عبري للاتيني وبحيث اوصل للرقم بتاع الوحش 666، تمام؟ فجينا احنا هنا لا احنا ما بنستخدمهاش عشوائيا زي كل التفسيرات دي، تمام؟ لازم اللغز مع ايه؟ مفتاح. لان هو لو حاطط طلاسم طب ليه كتبها؟ ما هو ما كتب كتب ان انا افهم واعيش، مش عشان ابقى عايش في صوره غيبيه. هو السفر مفتوح بس اعرف اخش له ازاي. فهنيجي هنا من ضمن المعاني اللي ممكن اطلعها من رقم 666 ان هو اسمه ايه؟ انا اجدف، يعني انا ارفض الله. فلو جمعنا كلمه انا اجدف اللي هو قال لك اسم الوحش مكتوب على راسه اللي هو اسم ايه؟ تجديف. في الاخر يقول لك ايه؟ هو اسم شخص اذا عرفته هو ثلاث ستات. فهو كل انسان بيجدف. عشان كده في الوحش هيقول لك ايه بقى؟ ان الوحش ده اعطي سلطان ان يجدف على الله وعلى اسم الله، وان يجدف على مسكن الله، وان يجدف على الساكنين في السماء اللي هم القديسين والملائكه اللي في السماء، وان يصنع حربا مع القديسين على الارض. كل انسان بيجدف على ايه؟ على ربنا. هو ده واخد سمة الوحش. عشان كده هتلاقي فيه مقارنة تانية عشان برضو يفهمنا الوحش، ان زي ما في سمة الوحش وعلامته في سمة عبيد الله ايه؟ وعلامتهم. زي ما في دي في ايه؟ دي. فاسم الوحش هي معناها ان هو اسم التجديف نفسه، اللي هو ان الشخص يبقى مع ان هو رافض الله، ان رافض ان الروح القدس يشتغل فيه. من ضمن الاسماء اللي اتعطت للوحش
ناس بقى قالوا لك لا ده يعني زي ما قلنا ان هو يبقى اسم شخص زي بعض الأباطرة او بعض الشخصيات اللي ظهرت في التاريخ، او ممكن يتسمى باسم مؤسسة زي الاتحاد السوفيتي او اديان تانية، ممكن يتسمى باسم في بقى حد من المفسرين ده له تعبير تاني قال لك رقم 8 بيشير لك كمال، فالمسيح هو الثلاث تمانيات والوحش ثلاث ستات عشان يقول ان هو كامل ايه النقص. لكن انا بقول لكم برضو رأي، وفي رأي تاني برضو للوحش انا قريته وطلعت عليه، ركبوا الرقم منين بقى؟ قال لك نوح وقته ساعة الطوفان كان 600 سنة، والتمثال اللي عمله نبوخذ نصر في دانيال كان طوله 60 وعرضه 6، فالرقم 666 هنا نوح حصل بسبب الشر والوثنية وترك الله 600 سنة، والستين اللي هي طول التمثال بتاع دانيال، والستة اللي هي عرض التمثال، عشان يقول لك هو رقم بيشير الى الرفض الكامل لإيه؟ للوثنية. لكن من جوه السفر نفسه والإصحاح نفسه هو في أولها حطها ببساطة، انت لما تحب تخبي حاجة حطها في وش الناس ما حدش يجي ياخدها، فهو حط اسم الوحش في أولها ان مكتوب على رأسه اسم ايه؟ تجديف. في الاخر قال لك هو شخص، لان اللي هيجدف على الله ده هو الاشخاص، الناس اللي هتجدف على ربنا اسمه هتعرفه، لان هو كان بيكلم الكنائس وبيفحصها. لما هناخد الكنائس السبعة هتلاقوا مردود الكلام ده معكوس في الكنائس، لانه قلنا لكم هو بيعكس الاسفار الخمسة بتاعت موسى النبي وبيعيد نفس الفكرة علشان يوصل ان هو يرتقي بالشعب زي فكرة النول. تمام؟ اسم انسان، ما هو ده كل انسان بيجدف على الله. يا سيد الفاضل اقرا الاصحاح. طب هو اعطي صفات ايه؟ اول حاجه يجدف على الله، يجدف على اسم الله، يجدف على مسكن الله اللي هي الكنيسه، يجدف على اللي في السماء. تمام؟ ما هو ده كل انسان جحد ربنا او رفض الله اللي اسمه مكتوب على جبهته اسم ايه؟ تجديف. في الاخر بيقول لك الكنائس هو ده اللي هتلاقيه عندك، لما هيجي يقول لك ان انت عندك ناس متمسكين بتعليم النقلاويين اللي هم ماشيين زي بالعام ان هو يبعت ناس للخطية. تمام؟ ويقول لك مجمع الشيطان اللي هم القائلين انهم رسل وليسوا ايه؟ رسلا. فكان بيقول له على دول ينق نفسك منهم. هنوصل لدي كمان اكتر في الكنائس السبعة. فده كان اول رقم عندنا. في الرقم الثاني اللي عندنا اللي هو 144,000 في رؤيا سبعة، يقول لك ثم نظرت وإذ خروف واقفا على جبل صهيون ومعه 144,000 له اسم أبيه مكتوبا على ايه؟ جباهه. وسمعت، في الصحة ده تلاقوا كلمة سمعت كتير. تمام؟ فهنا دي بتشير ان يوحنا ما شافش عملية الختم بنفسه لل 144، ما شافهمش هما بياخدوا الختم، لكن هو سمع انهم ايه؟ ختموا. ختموا. تمام؟ صوتا من السماء كصوت مهان كثيره وكصوت رعد عظيم. وسمعت تاني صوتا كصوت ضاربين بالقصاره يضربون بقصرتهم. وهم يترنمون كترنيمه جديده امام العرش وامام الاربعه الحيوانات والشيوخ، ولم يستطع احد ان يتعلم الترنيمه الا ال 144,000 الذين اشتروا من الارض. هؤلاء الذين لم يتنجسوا، اول صفه ليهم ما تنجسوش مع النساء لانهم اطهار. هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف حيثما ذهب. ثالث صفة ليهم هؤلاء اشتروا من بين الناس لأنهم باكورة الله والخروف، وفي أفواههم لم يوجد إيه؟ غش، لأنهم بلا عيب قدام الله. هنا بيقول إنه سمع. تمام؟ تاني حاجة إن هيبتدي يوصف دولة، أول حاجة هو الأطهار. هنا الطهارة مش العلاقة الجسدية، لأن الكنيسة قدست السر. واقول لكم حاجه في النص، اللي يتمنى ويحب الرهبنه لازم يكون بيقدس الزواج ويحترمه، لان اللي يروح يديره وما بيقدس الزواج ويحترمه هيعيش في الليله تعبان. عشان كده ما بيجي لنا حد يقول انا عايز اترهبن بندور عليه في النقطه دي، انه يبقى فاهم الجواز ان ده قدسيه، فتبقى الرهبنه بتاعته قدسيه. تمام؟ فلم يوجد لانهم اطهار حيثما ايه؟ ذهب، يعني هم ملتصقين بايه؟ بالخروف، وهم باكوره الله وللايه؟ وللخروف. مين اول باكوره المسيح دخلها السماء؟ القديسين اللي كانوا في العهد القديم لما نزل الى الجحيم وسبى ايه؟ سبيا. تمام؟
يوحنا دول 144 ألف، الآراء اللي اتقالت فيهم رأي قال لك إن دول أطفال بيت لحم اللي قتلهم هيرودس. للأسف الرأي ده موجود كتير في كتب الأبوكريفيا للأسف يعني. تاني حاجة قال لك لا ده دول 144 ألف دول في معنى رمزي اللي هم الناس اللي تمتعوا بالروح القدس في العهد القديم والجديد من ال 14 من ال 12 سبت وال 12 تلميذ ويضربهم في ألف اللي هو رمز الكمال بتاع السماء فيبقوا 144 ألف. رأي رمزي. في رأي ثالث بقى ادى معنى خالص بعيد عن ده. قال لك هو قال لك 144 ألف وابتدى يحط من الأزباط في لما قالهم قبل كده 144 ألف وهنا يبتدي يقول تاني 144 ألف في الصفر كرر مرتين الرقم ده عشان يقول لك قد ايه السماء منورة بالبشرية اللي عرفت ربنا. لأن في كورنثوس بولس الرسول بيقول نحن آنية إعلان مجد الله، إحنا الآنية اللي يبان فيها نور ربنا. الرأي ده بيقول لك إن إحنا عشان إحنا الآنية دي فهو ده رقم بيقول لك العهد القديم والجديد الأبرار هم إيه مكان استعلان الله. الرأي الرابع بيقول لك هم دول السابرين والمحتملين في الضيق والاضطهاد. في رأي خامس بيقول لك هم بكورة شهداء المسيحية في العصر الرسولي. في رأي سادس بيقول لك هم شهداء العهد القديم. طب ليه هنا بيقول شهداء العهد القديم؟ لأن كل اللي في العهد القديم فيه كلمتين كده هيخلونا نقف عندهم. يقول لك أعطوا أن يترنمون في العهد الثلاثة وهم يترنمون كترنيمة إيه؟ جديدة. جميع اللي ماتوا ورقدوا من السماء في العهد القديم رقدوا على رجاء إيه؟ عشمانين فيه. فهم دول مش لسه ابراهيم شاف رمز الفداء في اسحاق وعشمان يفهم ويشوف. فهو عايز يتكلم هنا عن ال 140 الف دول بيميلوا للعهد القديم اللي لما هيتعلموا الترنيمه كده هيفهموا هو عمل ايه. ودي فيما بولس الرسول في تيميساوس لما بيقول تيميساوس 3:16 عظيم هو سر التقوى اللي هو التجسد. الله ظهر في الجسد. اول حاجه عملها لما ظهر في الجسد مين اول ناس فهموه؟ الملائكه فهمت هو بيعمل ده ليه. تراءى لملائكه. الامم اتكرز لهم وفهموا. طب انتوا كيهود النبوات فهمتكم. فهنا دول اللي منتظرين يتعلموا ايه هو الذبيحه الجديده. وقلنا الصفر مربوط ما بين ايه؟ الكفاره نفسها طور الذبيحه اللي فيهم الكفاره والصليب اللي هو في الالف والياء وهنجلها دلوقتي. فعشان كده بيقول لهم ترنيمه جديده ويقول اطهار حيثما ذهب بكوره الله. ال- 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 الافعال بقى اللي هيعملها الحمل هنا مع الجزء ده مش عدد حرف، لا ما احنا دي في المناهج هنمسكها المناهج بالظبط تمام. فهنا الافعال اللي هيعملها الحمل ان هو هيفك الختوم، هياخد الكتاب من يمين الجالس على العرش. إيه هيعمل ايه بقى الحمل؟ هيغضب زي اللي جالس على العرش. فالاثنين بيعملوا نفس ايه الفعل ما تفصلوش. في بعض المفسرين حب يفصل الحمل عن الجالس على العرش، لكن هو في الكتاب في الرؤية ربط الاثنين مع بعض بالفعل. قال لك الحمل والجالس على العرش الاثنين بيعملوا عمل واحد اللي هو عندنا احنا في القداس المسيح اللي على المذبح اللي احنا بناخده الافخارستي هو المسيح اللي جالس عن يمين الاب في السماوات الان. الاثنين بيدوا نفس الفعل. فانا بقول لك الاثنين هيعملوا ويعملوا نفس الفعل تاني، يقودوا الى المرعى، يعني يغضبوا ويقودوا الى المرعى ويحارب وينتصر ويحتفل بايه بعرسه ويديله بقى لقب اخير ان هو مساوي للاب له نفس عرش ايه الاب. الحمل ده اللي ذكر هنا هو اللي في اشعياء 53:6 وهنيجي لكلمه الحمل بالذات عند قديس يوحنا ونتك عليها بعد شويه. فهنا الاسباط لو جينا حطينا ال 144 جنب بعض هنلاقي ان في سبط غايب. هو سبط ايه؟ دان. ليه بقى؟ سبط دان بدايته لما دخل ارض الموعد كان اصعب صفر. في قضاء واحد عندنا كلمه بتتكرر كتير لم يطرد، يقول لك سبط يهوذا دخل فلم يطرد الفلسطينيين او الساكنين في المنطقه لان كان عندهم عجلات حربيه عجلات حديديه فساب دول هنا ودول هنا. يجي على السبط اللي بعديه يقول لك لا ده ما رضاش يطردهم عشان يتعلم الزراعه. السبط اللي بعديه لا ده عشان الجزيه الفلوس. السبط اللي بعديه لا بقى هو بيدفع الجزيه يعني مش طمعان فلوس بقى هو تحت. يقول لك يجي عند سبط دان ان هو ما قدرش يملك ارضه وانه سكن في الجبال ايه فوق
لان هم كانوا تحت. ويجي بعد كده يتكلم عن سبت ده ان هو اللي مشي ضد ايه الله. فيقول لك ان هنا بقى فيجي محسوف المختومين من الاسباط تلاقي سبت ده طلع من الحزبه من ال 12. ليه؟ على ان هو لم يدخل ليملك. فانا عايز اقول ال 144 الف دول من صفاتهم انهم دخلوا وملكوا معه. تمام؟ ده الرقم الثاني اللي عندنا في السفر. هيجي في رقم ثالث اللي هو الاربعه ايه؟ حيوانات. عارفين في كم تشبيه في الاربع حيوانات؟ طب خلوا الاسئله في الاخر. ماشي اتفضل. الرقم بيتكتب كي اكس سيما. فالمفسرين بيتكلموا على الرقم ده بالشكل ده انه زي ما قلت هو اسم تكليف انه بيشوق المسيح، لان رقم المسيح رمزه كي سيما على طول، والاكس رمز في اليوناني ان هي الحيه، فالحيه هي اللي بتجدف على المسيح، فهو ده يكون رقم الوحش او اسم ده في اليوناني. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه لسبت دان، رابطين برضو بعض المفسرين بنبوة يعقوب أبو الأسباط عن دان، وإن دان حية. وأتكلم عن دان حية، هو بيندخ في العقد. تمام. الحية لا ترث في ملكوت السماوات. فهو ده كان النقطتين. لا، أول نقطة عشان نرجع لها هي الـ 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 الجزء بتاع المفسرين لما ابتدوا يقول لك خريستوس اللي هو الكي والسي اللي هي تمام اصبر عليا. اليونانيين كانوا زمان في القرن الاول الميلادي ايام يوحنا بيكتبوا بالحروف الكبيره، ثم مع القرن السابع والثامن ابتدوا يخترعوا الحروف ايه الصغيره. فلما ابتدوا يكتبوا الحرف الصغير، تفاسير اليونانيين الحرف الصغير جاي في شكل ايه؟ تعبان. لكن لو انا كتبته بالطريقه القديمه مش هيطلع شكل تعبان خالص. فالتفسير ده قالوا لي يونانيين كتير، ومن اكتر الكنيسه اليونانيه الروم اشتغلوا على سفر الرؤيا كتير ايام الاضطهاد العثماني، وكان عايزين وقالوا الراي ده ان بيجي الحيه، لان هم في الوقت ده كانوا بيكتبوا بالخط الصغير الحروف الصغيره مش الحروف الكابيتال. لكن ايام يوحنا الرائي كانوا بيكتبوا بالحروف الكابيتال، فما كانش فيه ان الحرف الثاني اللي هو في النص انه ما يجيش يرمز شكل ايه تعبان. ده على اول نقطه. النقطة الثانية بتاعت سبت دان أنا معاك فيها، في الوعد بتاع يعقوب، وفي إن هو دعية لكي يملك في يشوع، لكن هو في القضاء ما ملكش، ده قاعد على الأطراف فوق ما نزلش إيه ليملك. أوكي؟ لكن بالنسبة لدي دي ما ظهرتش غير بعد القرن الثامن، إن يجي يحطه في النص الحرف على شكل تعبان، لأن هو ابتدى يحول اللغة من الخط الكابيتال للخط إيه السمول. طب لما كتب الرؤيا في القرن الاول الميلادي ما كتبهاش بالشكل ده. تمام؟ دي نقطة. النقطة الثانية لما هو جه حب يحط اسمه ينقله بالعبري من العبري لليوناني زي اسم ايه؟ ابدون اللي انت هتقول عليه ابولون. يعني لما جه يحب ينقلها اليوناني في السفر نفسه ابتدى يترجم الحتة العبري الحتة ايه؟ يوناني. بس. انا الراي ده قريته اللي هو بتاع ال 666 عدى عليا. الحاجه الثانيه بس معلش قدسك بترجع كل حاجه للعبري مع اني ما كتبش بالعبري، فدي نقطه برضه قدسك ممكن توضحها لنا. حاضر. قدسك بترجع للعبري لان القديس يوحنا، حلو السؤال ده، قديس يوحنا ليه احنا بنرجع للخلفيه اليهوديه؟ اولا هتبان لنا في الكنائس السبعه، انا هجاوب على سؤالك في عجاله، لما هيجي يقول لك واعطيه حصاة بيضاء، كان عند الرومان في نوع من الحصى، حصى سودا وحصى بيضا في الحكم القضائي. المراحل بتاعت الكنيسه السبعه دي نقدر نلخصها في العهد القديم تاريخه، ونقدر نقول بصراحه كده طريقه اختيار الكاهن اللاوي لما بيثبت نفس نسبه في الانساب زي في عزرا 2:62 و63 و64، هؤلاء الذين لم يستطيعوا ان يثبتوا نفسهم في السجلات تم اخراجهم من الكهنوت. ابتدت تظهر عندنا حاجه اسمها طب انت بتقول انك من لاوي، فابتدت تظهر فئه الكتبه الفعليين.
ان هو منسوب لهارون بس مش قادر يثبت نسبه، مش موجود في السجلات، فتنقل ان هو تحول من دولة ان هو هيبقى من البوابين وايه والكتبة. دي نقطة. النقطة التانية في الـ في الـ في الـ في الـ نسيت في العبري ان هو لما يجي يختار الكاهن ويثبت نسبه من سبط لاوي في المرحله دي، السبع مراحل بتاعه اختيار الكاهن، واخر مرحله منهم انه يبقى عنده شخصيه، فيجي الملاك كنيسه لاودوكيا يقول له ايه، ليتك كنت وكنت، هي لها مردود تاريخي في تاريخ مدينه لاودوكيا، وهنيجي في الكنائس السبعه، لكن لها مردود تاني ان هو بيختبر شخصيه الكاهن عشان ما يجيش يقدم ذبيحه زي علي واولاده. فهم اليهود حطوا القواعد دي عندهم بعد السبي، فيقول لك ان اعطيه حصى بيضاء، اكتب اسمه كده على حصى واعطيه الاسم الكهنوتي. مش كده لما جه يوحنا زكريا ابنه يوحنا اتولد، الناس قالوا ايه كلمه غريبه جدا، لم يسمى احدا في عائلتك بهذا الاسم من قبل، عشان السجلات، لان انت من سبط لاوي لازم تثبت نسبك، فيدوك الحصى يعلقها لك كده زي قلاده، وده يبقى انت اثبتت نسبك لهارون. تيجي بعد كده يديك الثياب ايه البيض اللي هي الكتان اللي مصنوع من بز كتان نقي، يجي بعد شويه يديك التاج بتاع الكهنوت، يديك المراحل دي، فيعلن ان انت اصبحت دخلت في ال 24 ايه فرقه الكهنوتيه. تمام. فده ليه خلفيات يهوديه كتير. تاني حاجه، استخدام القديس يوحنا للعهد القديم كتير بيرجعنا كتير للخلفيات ايه اليهوديه. تمام. لان هو انجيله لما نحط جنبيه الخلفيات اليهوديه والعهد القديم يبقى باين، ما يبقاش طلاسم، يبقى واضح جدا وسهل ومقبول، وهتبان معانا واحنا شغالين. عندنا نرجع لموضوعنا الحيوانات الاربعه. انا قعدت ادور في كتب التفاسير على الحيوانات الاربعه، طلعت فضلت خيركم 20 راي فيهم. فاضي انا صراحه 20 راي في الحيوانات الاربعه دول، لم يذكروا في العهد الجديد بس، ما هم جم في العهد القديم. اليهود فسروهم ازاي بقى؟ اول حاجه، اليهود شافوا الحيوانات الاربعه، الاول اللي هو شبه الانسان، الثاني الاسد، الطور، النسر، قال لك دي بتعبر عن الجهات الاربعه، شمال جنوب شرق ايه غرب. اول من قال الراي ده كان الجماعه اليهود، وما بيفسروا العهد القديم. ثاني راي بقى اللي هو الادب بتاع الكبله اللي هو بيشتغل على الحروف الرمزيه، قال لك لا دي الحروف الاربعه الاسم يهوى، اليه واله والواو واله، ليشيروا الى حضور الرب في كل مكان. يعني هو لما شافوا اليهود في الكبله كده ان الاربع حيوانات هيعملوا ايه، هيتحركوا ويعلنوا ايه ان الله موجود، يعني في كل الاتجاه بيتحرك بيعلن وجود الله. واللي يفرق الحيوانات ما بين العهد القديم عن الجديد، حته انه في العهد الجديد في الرؤيا بيقول لك ان هم مملؤون اعين بيركز عليها، عايز يركز على النقطه دي قديس يوحنا الرائي. لان قلت لكم الفرق بين رؤيه العهد القديم للحيوانات الاربع والكائنات الاربع غير الجديد، ان ده شايف من تحت وده شايف ايه وش الوش. ده الراي الثاني. دول اول رايين. الراي الثالث عند اليهود قال لك لا ده تجلي الله في جسم الانسان، فلما وصفوا بانسان عايز يعلن نور الله جواه، ولما وصفوا ان هو اسد عايز يقول لك ده الصوت اللي ربنا اداه للانسان علشان يسبحه ويمجده. وقال لك بقى لما وصفوا بالطور قال لك علشان ده هو اللي بياخد الكلمه وياكلها. وهتلاقوا في اسفار ارميا وحسقيال يقول لك ايه اخذ السفر ايه اكله، فهو بيردوها هنا لعمليه الاكل. هو عايز يحط لك الاربع كائنات دول، ان الانسان بقى في الاربع وظائف بتاعت الاربع كائنات، ان هو مكان اعلان نور الله في صوره رمزيه، مكان التسبيح في صوره رمزيه، مكان ان هو بيهضم كلمه الله. النقطه الرابعه ان هو بيقول لك ان بيعبر عنه كنسر عشان يقول لك الانسان راسه لابد ان ترتقي الى السماويات. دول الثلاث تفاسير اليهوديه. عندنا بقى احنا في الكنيسه في اراء كتير طلعت عند الاباء، وكان في تنوع جميل. كان ايام الاباء في القرون الاولى، في اول ثلاث قرون، ان كان في الاعتقاد العام ان الارض كلها مخلوقه من اربع عناصر، اللي هي الميه والنار والارض والهواء. والكلام ده هتلاقوه موجود في كتاب منسوب للقديس اثناسيوس الرسولي، طبعته مكتبه المحبه، اسمه كمال البرهان على حقيقه الايمان. الكتاب ده منسوب لاثناسيوس، بس ما فيش دراسه بتثبت انه بتاع اثناسيوس ولا لا. وحته ان الخليقه بنيت
على اربع عناصر اوليه، يعني ربنا خلق اول على اربع عناصر، ومنهم خلق الخليه اللي هي الميه والنار والارض والهواء. فتم تفسير بعض المفسرين شافوا ان الاربع حيوانات دول هم الاربع كائنات، الاربع مواد الاوليه، خدوها من ناحيه بدايه المواد الاوليه للخلق. في راي تاني قال لك لا، ده دول مش اربع كائنات مستقله، ده دول من الملائكه اللي احنا نعرفهم. فاللي شبه الانسان ده اللي هو الملك ميخائيل، اللي شبه الاسد ده الملك غبريال، اللي شبه الطور ده الملك رافائيل، وراح حطه اورييل اللي هو شبه النسر. ودي برضو موجودة مش برضو عندنا يعني بعض كتابات بعض الناس من الاباء، ده رأي بيجتهد، موجودة برضو في بعض الكتب بتاعت الابوكريفة اللي بتتكلم عن الملائكة. لاحظوا ان كتب الابوكريفة كان لها بعض التأثير على بعض المفسرين في فترة من الاوقات. في رأي رابع بقى، رأي سادس قصدي، قال لك لا، ده دول الانبياء الاربعة اللي هم بتوع النبوات في العهد القديم، اشعيا حسقيال وارميا ودانيال. في راي بقى سابع قال لك لا، ده دول العهود الاربعه اللي دخلت فيها البشريه تدخل، يعني ربنا دخل فيها البشريه بوضوح، زي عهد نوح، عهد ابراهيم، وعهد نوح، وعهد موسى، وعهد المسيح نفسه اللي هو العهد الجديد، الاربع عهود. راي يقبل. في راي تامن بقى قال لك لا، ده دول الانهار بتوع الاربعه بتوع ايه؟ الفردوس، اللي هو فيشون وجيحون والدجله والفرات. في راي قال لك لا، ده دول الاربع فصول بتوع السنه، ربيع خريف صيف شتاء. عند القديس رينيوس اتفسر الانسان ان هو متى، وتفسر الاسد ان هو يوحنا، وتفسر الطور ان هو ايه لوقا، والنسر ان هو ايه مرقس. اما باقي الاباء عكسوها الطريقه اللي احنا عارفينها، فقالوا يعني زي جيروم قال لك لا، متى انسان، اتفق مع رينيوس في دي، لكن جه عند الاسد ما قالش يوحنا، قال مرقس، تمام. لكن رينيوس لا، هيعكسها، يقول لك يوحنا. الطور في رينيوس وجيروم والباقيين الاثنين مع بعض لوقا. في النسر جه رينيوس قال لك ده مرقس، هو النسر، لكن باقي الاباء كلهم قالوا لا، ده يوحنا. واعتمدوا ليه في الطريقه دي؟ ان هو يميزوا الاربع كائنات بالاربع اناجيل، على ان هو متى ومرقس ولو يوحنا زي ما احنا عارفينهم، على اساس الايه الاولى من كل سفر من كل انجيل. ففي اول ايه في انجيل معلمنا متى بيثبت نسبه ان هو ايه؟ انسان. في مرقس صوت صارخ في البريه، الاسد، صوت الاسد. بعد كده في لوقا يبتدي يتكلم عن الذبيحه، بعد كده في يوحنا يطلع بنا ليه؟ للسماء. جه بقى برضه نفس القديس جيروم اداهم مدلول تاني بقى، غير ان الاربع اناجيل اربع احداث رئيسيه في حياه رب المجد ايه نفسه. فقال لك الانسان ده التجسد الالهي، قال لك الاسد ده القيامه، قال لك الصليب ده اللي هو الطور الذبيحه، قال لك النسر ده اللي هو الصعود. فربطها يعني قديس جيروم ادها تاويلين تفسيرين، وكان بحريه بيتحرك بقى الكنيسه بالاثنين دول كتير. يعني قديس امبروسيوس ربطهم بالمسيح بس بحته تانيه، قال لك الانسان ده مش التجسد بس، ده التجسد والميلاد البتولي للمسيح من العذراء مريم، لانه في وقته هو بيعالج من ضمن الحاجات اللي بيعالجها قديس امبروسيوس موضوع الميلاد العذراء، حاجه كانت ايامه في الكنيسه في ميلان مساره. فعايز يقول لهم ده الانسان ده مش ان التجسد بس، ده التجسد وبتوليه الست العذراء مريم، دوام البتوليه. وجاء قال لك الاسد هو القوه والسياده، وقال لك الطور هو الذبيحة، وقال لك النسر هو ايه؟ القيامة. في بقى كتاب منحول منسوب للقديس ديونيسيوس قال لك لا، الانسان هو الفكر اللي موجود جوه، اللي الله حطه جوانا. وقال لك ان الاسد ده هو السلطة والقوة اللي الله الارادة ده للانسان. والطور قال لك ده نعمة التكاثر، الانسان يخلف. وقال لك النسر ده ان يبقى الانسان عنده سرعه وقدره استجابه لكلمه الله. ده برضو تفسير كان موجود. في تفسير تاني اللي هو رقم 15 فسرها اللي هو من خلال صوره عمل الله ايه جوانا، هو ربنا كان بيعمل ايه جوانا. فقال لك الله في الانسان خلق فينا اللحم والدم واداله نعمه ان هو جه واتجسد زينا وخد لحم ودم، وجه ادى اللحم والدم ده سياده
لان هو يملك كل ايه سياده، ولان هو ذبيحه يدى الانسان يعيش ان هو يقدم حياته ايه ذبيحه، ولان هو في صفه الله، لان الله هو روح والانسان ربنا خلق في روح، فدي صفات الله او صوره عمل الله ايه فينا. يعني تم تفسير الاربع كائنات من خلال مفهوم البشريه عن صوره الله. فالله في راي بقى كان موجود عند العلامه اوريجينوس والقديس غريغوريوس النزيانزي، الاثنين دول اتفقوا في الراي ده في الاربع كائنات، فقال لك الانسان ده نعمه النطق اللي ربنا اداها ايه للانسان، وقال لك الاسد ده القوه بتاعت الانسان اللي بيها ممكن يغضب على كل شيء خطا، وجوم قال لك الطور ده بيعبر عن القوه بتاعت التناسل، والنسر بيعبر عن القوه ايه الروحيه. هنا في الاربعه دول عند غريغوريوس واوريجينوس خدها من منظور الجسد نفسه، تمام. في بقى راي تاني قال لك لا، هياخدوها معنى رمز من خلال خطه الخلاص، فالانسان هيشير للتجسد، الاسد للفداء، الطور للقيامه، النسر للسمو. في بقى راي قال لك لا، هنفسرها من خلال كمالات الله، تمام. فقال لك الله هو كلي الحكمه، لا هندي تعبر عن كمالات الله، وكلي الخدمه، وكلي القوه، وكلي السمو. قال لك لا، في راي بقى رقم 19 قال لك ايه بقى قبل الاخير، قال لك لا، ده الاربع كائنات بتعبر عن نوعيه الخليقه اللي ربنا خلقها، لان فيهم انسان وفيهم اسد وفيهم طور وفيهم ايه نسر. فقال لك الانسان بيعبر عن البشر، والاسد بيعبر عن الحيوانات المفترسه، والطور بيعبر عن الحيوانات الاليفه، والنسر بيعبر عن الطيور الخليقه اللي في السماء. فالاراء دي كلها متنوعه وتظل، احنا من هنا بندرس دراسه اكاديميه فلازم بنقول كل الاراء، تمام. تظل الكائنات الاربعه هي كائنات سماويه زي ما الكتاب قال. يعني انا جبت لكم كل الاراء عشان في الاخر اقول لكم حاجه مهمه جدا، احنا بندرس اكاديمي بنذكر جميع الاراء وكل الاراء عشان لما تسمع من بره حاجه تقولش لا انا دي كذا. الكائنات الاربعه هي كائنات سماويه من خليقه الله، تمام، مش من جوهر الله، مش زي الابن او الروح القدس في الاب، تمام. هي كائنات مخلوقه سماويه زي الملائكه، تعمل عمل الله زي باقي الملائكه، وزي ما البشر اللي ماشيين في طريق ربنا بيعملوا عمل ايه الله، وهم مستمتعين بمجد الله، واحنا كبشر اعطينا نعمه ان احنا نعمل نفس ايه عملهم. دول علاقتهم ايه؟ ان هم قريبين جدا للعرش. نعم يا ابي. والطور ملك الحيوانات المستأنسة، والأسد الرأي الأخير تكملة لي يعني أن الإنسان هو ملك للخليقة كلها، والأسد هو ملك الحيوانات المتوحشة، والطور ملك الحيوانات المستأنسة، والنسر هو ملك الطيور. وبما ان هما دول حملة العرش فهم بيعلنوا ان الجالس على العرش هو ملك الملوك ورب الارباب. ده كان رأي كنت قريته في تفاسير. يبقى ده الرأي 21. بس تم، ما هو الكروبيم والسرافيم، ما انا بقول لك ايه، هما من وصفهم في حزقيال وفي الرؤية ان هما كائنات سماويه ليهم سته اجنحه، اللي اشار ان هما ليهم سته اجنحه بالتفصيل هو اشعياء النبي. والرؤيه يتميز عن العهد القديم في وصف الاربع كائنات ان هما مملوئين اعين عشان يعبروا عن رؤيتهم الدائمه لله، اللي الكنيسه ترجمتها لنا في القداس بيضه النعامه في الكنيسه. نعم. في رأي كمان بيقول ان دول عباره عن شفاعات اربعه، فبيقول ان وجه الانسان يشفع في الخليقه العاقله، تمام، وان وجه الاسد يشفع في الخليقه المفترسه، تمام، وان وجه السور يشفع في الذبائح التي تقدم، تمام، ووجه النسر يشفع في الطيور الجارحه. رايه قدسك مقبول وتجيب لي المرجع. لا هو ممكن يبقى تاملي، لكن كل الاراء اللي تالت دي فيها كتير تاملات اجتهادات،
لكن اللي أعلن الكتاب المقدس عن حقيقة الكائنات الأربعة أنهم أولا كائنات سماوية قريبين جدا لعرش الله ويحملون عرش الله، هما من الكروبيم والشروبيم. سفر الرؤيا اللي بيضيفوا على الكائنات الأربعة غير اللي قالوا أشعيا وحسقيال النبي أنهم مملوئين أعين، ودي الكنيسة طبقتها لك في بيت النعام، ركز فيها توصل للسماء. عايز أقول لك ركز في مجد ربنا، في الجسم كله، في الجسم كله. الإضافة اللي حطها يوحنا الرائي في الكائنات الأربعة أنه هو حط لهم إيه؟ أعين، مملؤون إيه؟ أعين. أيوه. بعد كده رقم كام؟ 24. قال بيه بعض أباء الكنيسة، وواحد اسمه ابن كاتب قيصر اللي هنتكلم عنه، أفلاطون كان بيقسم النفس إلى قوة غضبية وقوة شهوانية وقوة حركة وقوة ناطقة أو عاقلة. فهو قال إن الـ يعني الـ الأسد عنده قبول للقوة الغضبية فبتصدر عنه القوة والبطش والشجاعة وكده، الطور عنده استعداد لقبول القوة الشهوانية، والنسر عنده قبول لسرعة الحركة، والإنسان عنده قبول للمعرفة. فهو دي التقسيمة أفلاطونية أصلا بعض أباء يعني بالضبط. هنا في الرأي رقم 16، في رأي 16 القوة النطقية والقوة الغضبية والقوة الشهوانية والقوة الروحية، ده برضو تأثر يعني أفلاطون، وأفلاطون أثر بقى على أوريجينس وغريغوريوس النزيانزي فيها. بس نرجع ونقول في الآخر نعم. أنا سمعت حد سؤال جدا إن إحنا في الرودس بننطقها حيوانات الكريمان جدا في الخط في رودس كورنوس تقريبا، وبعد كده بنرجع على أي طبقة تانية بيقولوها كائنات الكريمان جدا، أني منطقها صح؟ طب احنا هنطلع بره الرس في الرؤيه وانا هجاوب على السؤال ده وتسك. لا لا عادي. ايه الفرق بين كلمه حيوان وكائن؟ هو اللغه العربيه لما اقول حيوان جاي من الحي، والانسان هو حيوان تمام لانه فيه حياه، لكن بعض الترجمات العربيه ما بتحبش تقول كلمه حيوان علشان اللغه العامه والدرجه بتنظر ان دي حاجه ايه مش كويسه، فبيفضل لفظ ايه الكائن عشان برضو يعبر عن ان هو كائن موجود، زي ما انا اقول فلان كائن، ده الفرق بين الاثنين. مش كده؟ لو درست حضرتك في الفلسفه يقول لك اول حاجه الانسان هو حيوان لان هو حي، يوم ما يموت مش هيبقى حي، جاي من الحياه نفسها، كلمه حيوان جايه من الحياه. وعشان كده لما جه ربنا خلق الحيوانات يقول لك اداها الدم، النفس اللي هي الدم، قال لك خلق فيها نفس. النفس دي هتلاقوها في سفر اللاويين 17 11 و14، ان النفس الحيوان فين؟ في دمه. واحنا عشان فينا دم فاحنا اصبحنا ايه؟ كائنات واحياء، فجاي من الحياه نفسها. بتوع لبنان ما عندهمش مشكله ان هم الكتابات العربيه اللي من لبنان والاردن وسوريا ما عندهمش مشكله ان هم يستخدموا لقب ايه؟ حيوان، الناس تسمعه ما يبقى الثقافه العامه ايه؟ مقبوله. لكن احنا في مصر لو قلنا كلمه حيوان هيقول لك طب يا ابونا منبر الوعظ ما ينفعش فيه الالفاظ دي، فبنفضل لفظ الكائنات بس. فاحنا بنبدل، تبادل ده علشان نوصل لافضل شيء نعبر عنه عن الحقيقه، وتظل الكلمه الاصليه هي الكائن الحي يعبر عن. فالاربع حيوانات دي لما بتتحرك فحسخيال يقول لك مربوطين مع بعض بالبكرات، وهم بيتحركوا مع بعض حركه واحده كانهم تروس كده، عارفين المثل بتاع تروس الساعه مع بعض البكرات العجل. هو حسخيال بيوصف من تحت كده على قد ما يقدر يجيب، لكن يوحنا بقى جابهم من الوش راح ضاف لي المنظر ان هم يملكون المعرفه. هو الشيطان سقط ليه؟ يعني هنطلع بره الرؤيه بس السؤال ده لازم نجاوبه لسبب بسيط جدا. الله يتميز بصفتين، الاتضاع الشديد اللي ما هو الصفة مكتسبة من بره، دي صفة نابعة منه، والحرية الشديدة اللي ما هو اكتسبهاش من سلطة خارجية لكن هي نابعة ايه؟ دول الصفتين اللي بيتميز بيهم الله واللي هو بيديها للبشرية ولعبيده. عشان كده يقول لك ان اللي خدوا سمة الوحش ما كانوش يملكوا الحرية بتاعتهم الا من خلال الوحش، اما اللي خدوا سمة الله كانوا احرار. وهتلاقوا الرؤيا هتلاقي الفكره دي،
فالله الشيطان سقط ازاي؟ يقول لك جه الشيطان يقول لك في سفر اشعيا وحسخيل دانيال ارفع كرسيه فوق كرسيه العلي. هو الله بالتضاعف الشديد اخفى ايه؟ مجد نور لا يدنى منه. الملائكة ما ابتدتش تفهم افعال الله غير لما تجسد، ظهر في الجسد تراءى لملائكة، تمام؟ فجاء الله بالتضاعف الشديد مخفي ايه؟ مجده. جه الشيطان اللي هو ابليس هو شوية مجموعة من الشياطين اللي هو لما يجي بعد كده يقول لك ايه كواكب ونجوم السماء اللي هي الملائكة اللي في السماء سقطت في الرؤية. هنا بيشرح قصة سقوط الشيطان في الرؤية، سقطت وطرحت في البحيرة المتقدة نار الهوية. سقطت ليه؟ لأن هما كان مكانهم جنب الحيوانات وتحتيهم يسبحوا ويمجدوا الله. هما قال لك طب ليه نمجد الله؟ ما نطلع فوق ونخلي الملائكة تعمل ايه؟ فجايين يقعدوا مكان الله أو يحطوا نفسهم من مكانهم يطلعوا، راحوا لا الله اللي مخفي تضاعه موجود، فحصل لهم ايه؟ سقطوا، ففقدوا حريتهم وفقدوا مجدهم فسقطوا. عشان كده تعبير الهوية والتعبير ده مهم جدا لازم نفهمه. عارفين لما يجي يتكلم في العهد الجديد عن أعماق الشيطان، في تعبير تاني برضو في الكتاب المقدس اسمه أعماق الله. الحاجة ممكن نفسرها لما تكون فتحة نفسها أو نفسرها بالنقيض بعكسها. كلمة هوية معناها الحفرة اللي ملهاش جعر، ملهاش نهاية. يعني مش برمي في حاجة واجي بلية قاع فأنا كبير فهتسلق أو هيرمولي حاجات أقف عليها فاطلع. الهوية لما توصفت في الكتاب المقدس في الرؤية لا سيما معناها حفرة عميقة مش هتوصل لها لنهاية. فاللي بيحصل ايه؟ ان الاشرار والشياطين وابليس نفسه لما يطرحوا في البحيرة مش هيعرفوا يطلعوا ايه تاني. المسيح حب يوضحها في مثل بسيط جدا في الاناجيل في قصة لعازر والغني، لما بيقول لما جه ابراهيم يقول للغني ايه؟ بيننا وبينكم هو ايه؟ انت حتى لو مدرك مجد الله في المثل اللي اداه المسيح هو عايز يقول لهم مش هيعرف يطلع. فقال له طب الحق يا ابراهيم روح لاخواتي. قال لهم انا برضو ما اقدرش اروح لان عندهم اللي افضل مني، كلمة الله اللي قالها لموسى والانبياء، عندهم الناموس وناموس الرب صالح يرد ايه؟ النفس. نرجع للنقطة، فالاربع كائنات نلخصهم، هما اربع كائنات حية بتعبر عن ان الخليقة كلها تقدر تقف قدام الله يحملون عرش الله. يتميز يوحنا عن باقي الرؤى في الكتاب المقدس انه بيضيف ليهم انهم مملؤين اعين عشان يعبروا عن مجد ايه؟ الله. دول الاربع ايه؟ كائنات. الاربع وعشرين كاهن، في بعض المفسرين قالوا عنهم انهم اربع وعشرين ايه؟ ملاك. ناس تانية يقول لك لا دول انبياء العهد ايه؟ القديم. رأي ثالث قال لك لا دول الأزباط الاثناشر والشيوخ بتوع الأزباط الاثناشر اللي ذكروا في سفر العدد في الإحصائيات. من سفر العدد قال لك من سبط كذا اللي رئيسه كذا، سبط يهوذا اللي بيرأسه نحشون كذا، فسموا السبط وإيه والرئيس بتاعه وطلعوا منه رقم 24. في رأي رابع بيقول لك دول الاثناشر سبط والاثناشر إيه تلميذ. لكن هقول لكم الرأي الخامس إن هم الأربع وعشرين كاهن من الفرقة الكهنوتية. والفرقة الكهنوتية قبل السبي اللي عملها داود تقسيمة الكهنة 24 عشان يعمل الخدمة الليتروجية في الخيمة، لما راحوا السبي البابلي ورجعوا ما رجعوش غير أربعة. عارفين لما بيقول عن يوحنا بن زكريا أنها من فرقة أبية، فرقة أبية دي ما رجعتش من السبي، اللي راحوا السبي البابلي 24 فرقة رجع منهم أربعة بس. جه عزرا ونحميا من الأربعة عن طريق شريعة الولي ومخلوع النعل اللي مذكورة في تثنية 25 من عدد 5 ل 25، تمام؟ طلع من الأربع فرق دول الأربعة وعشرين تاني. كان من ضمن الفرق اللي ما رجعتش فرقة أبية اللي هي أحياء النسل. فعزرا ونحميا أحيوا النسل عشان يبقى الأربعة وعشرين فرقة محضورين قدام إيه؟ الله. فيوحنا الرائي هنا ما بيتكلم عن الاربع وعشرين كان دولة بيقول لك يحملون ايه؟ جماد. طب احنا بنرسم في العهد الجديد الجامعة لان هي ايه؟ شوريا. تعالوا نروح لقصة ناس طلبوا الكهنوت وجي
واحد كان خد الكهنوت اللي هو هارون قرح ودسان وابيرام، مشورة قرح ودسان وابيرام، لما طلبوا قالوا لموسى انت ليه هارون احنا اولى. المبخره ويقول لك ان بني اسرائيل كان عندهم مخابر كانت عباره عن يد دراع عصايه طويله كده وفي النهايه في طبق كده على ايد كان بيحط فيه البخور، هي دي اللي جايه في المنظر دي في العاده، يعني دراع كده وفي اخره في طبق، الطبق ده فيه ايه؟ البخور. فهنا شيرين ده يقول لك ايه؟ يقدمون الجماد او الاطباق بتاعتهم. طب هي الشوريه زمان كانت طبق؟ احنا عارفين الشوريه اللي هي الشوريه، والشوريه اتعملت بالشكل ده عشان تاخد معنى مسيحي من اولها لاخرها، لان في العبادات الثانيه سواء الرومانيه او اليونانيه او المصريه دي ما فيش شكل الشوريه اللي احنا عارفينه ده. الشكل ده اتعمل في الكنيسه عشان ندي منه تعليم في الكنيسه. اما المبخره اللي كانت معروفه في العهد القديم هي عباره عن عصايه كده ستيك وفي اخره في دراع زي طبق، تمام؟ فكان يحط فيها البخور. فجه هارون والكهنه التانيين كل واحد قدم ايه؟ مبخرته. فيقول لك معاهم المخابر. فهنا بتيجي مع ال 24 فرقه في العهد القديم، لان هيجي بقى ايه؟ بعد شويه بتتكلم عن الجديد. طب دول دورهم ايه؟ دوره ايه الكهن من الاول خالص؟ ان هو بيقف كان على باب الخيمه علشان يقول للناس خشوا هاتوا الذبيحه، انا اقدم الدم قدام مذبح الله وتابوت العهد فتعطونا ايه؟ وفرانا. ان هو شفيع، دور الشفاعه. فهيجي لما يبتدي يتكلم عن البخور اللي طالع من الجماد بتاعتهم يقول لك هي صلوات ايه؟ قدسين. ولو لاحظنا حاجه في خيمه الاجتماع ان عندنا هنا مذبح المحرقه ثم القدس الاقداس في تابوت العهد ثم هنا المناره الذهبيه ومائده خبز الوجوه ومذبح ايه؟ البخور. احنا الحاجات اللي بتتحط على مذبح المحرقه دي بيجيبها الشخص مقدم ايه؟ الذبيحه. طب الكتاب المقدس ما ذكرش احنا بنجيب منين البخور بتاع القدس، ولا بنجيب منين الزيت، ولا بنجيب منين الدقيق بتاع الخبز. عارفين بنجيبه منين؟ لما تيجي تقرا في سفر اللاويين لما كانوا يجوا يقدموا الذبيحه كان يجي الكاهن ياخد ملي ويد ايه ويحط في العجين ملتوتا يعني يلتها، تمام؟ قبضت على قد ايده كده يحط في الزيت، انت جايب الذبيحه ومعاها التقدمه النباتيه اللي فيها الزيت والبخور واللي فيها ايه الدقيق، هو بيحط ايده هنا زي ما ابونا بيعملها في بنمارسها في الطقس بتاع صلاه الحميم، يحط الملح ايده في الزيت وفي الملح يحطها فين؟ في الميه. نفس الحركه دي كانت تتعمل بس بالادوات بتاعه الذبيحه، فبيحط ويلتها ويحطها في العجين. ما تبقى ما قالش الكتاب المقدس ان الشخص بياخده ويروح ايه بيه، ده كان بيتاخد منه عشان ينار منه في القدس. عشان كده ما قالناش في الكتاب المقدس مصدر المواد اللي هيجيب منها خبز التقدمه ايه او الزيت ايه او البخور ايه، لان هو ما تبقى من هنا من الذبيحه كان بيتاخد للمتقدم. عشان كده لما جه ياكد على تقدمه الذبائح النباتيه التقدمه النباتيه كان دايما يقول لك ايه؟ تجيبها في اناء وعليه غطا، ولو واحد مات في البيت والاناء ده مفتوح يقول لك الاناء تنجس، تمام؟ فدول ال 24 ايه؟ كان في عدد تاني عندنا في رؤيه 9 اللي هو 200 الف الف. عارفين انتوا التعبير بتاع داود النبي لما بني اسرائيل مع داود النبي؟ شاول قتل الوف وداود قتل ايه؟ ربوات ربوات. كلمه ربوات ربوات اللي مضاعفات، لان اخر رقم عند اليهود هو الالف وبعد كده بيضاعف 2000 3000 200 الف الف، يعني في الارقام اليهوديه هو بيعمل كده. عشان كده من ضمن الحاجات عندنا التعبير ده 200 الف الف مش 2 مليون على بعضيهم، لان ده تعبير جاي من العهد القديم زي ما داود النبي غلب ايه؟ ربوات ربوات، واما شاول فالوف. ده اشاره للكتر بتاع الجيوش، لكن في نفس المشهد ده هيحط ايه؟ هيكل الله. طب عندنا حته تانية في ما بين هيكل الله في حزقيال والرؤيه، ان في حزقيال يقول ان الملاك هو اللي اخده ايه؟
وقاس في الرؤيا. لا، الملاك قال لي يوحنا رأي خد انت وقيس. هو يوحنا في الرؤيا كان بيمثل ايه؟ كان بيمثل الكنيسة اللي يعطت السلطان. كلمة القياس اللي في يوحنا في الرؤيا دي معناها فحص المؤمنين، لان في الاخر لما يجي يتكلم عن اورشليم السمانية يقول لك والهيكل لم يوجد بعد، لان الخروف هو ايه؟ هيكلها. فتعالوا معانا كده على السبورة الحلوة دي. عندنا كلمة الهيكل هنا، وعندنا الجسد، وعندنا الخيمة، وعندنا الهيكل تاني، وعندنا الجسد. بصوا، الإنسان هو هيكل الله، ده في بداية إعلان العهد القديم. عشان كده لما إسحاق طالع مع أبوه بيقول له أين الحمل الذي يدبح. ومن ضمن الحاجات الجميلة جدا عند اليهودي يقول لك إن بناء الهيكل والخيمة بني على أبعاد الإنسان، فداء الرأس هي قدس الأقداس، الجزء بتاع الصدر اللي فيه القلب والإرادة والمشاعر ده اللي هو القدس، تمام؟ ثم الأطراف الأربعة هي الدار الخارجية. التقسيمة دي اتعملت على الخيمة والهيكل عشان تعبر عن الجسد. عشان كده لما جه المسيح يستخدم هذا المردود قال لهم القدوا هذا الهيكل وأنا أقيمه فيه، لأن عايز يقول لهم الهيكل ده اتعمل على أن اتعمل فوق مكان اللي اتعمل فيه ذبيحة إسحاق على جبل المرية، وأنا هو هذا الجسد اللي تقدم بدل إسحاق عنه خروف، أنا الذبيحة التي ستعطي خلاص زي ما أعطت إسحاق، فأنا أقيم هذا الجسد في سلاسة إيه؟ فيجي يقول لك في الإنجيل هم ما كانوش فاهمين أنه كان يتكلم عن هيكل جسده. دي بقى فهمها بولس الرسول، فابتدى يقول إن الروح القدس ساكن فين؟ في الهياكل اللي هو إحنا. من يفسد هيكل الله الله يعمل إيه؟ لأن أصبحنا إحنا مكان حضور الله، لأن إحنا آنية ننور بنور ربنا. القصد من خلقتنا ان احنا ننور بنور ربنا، انيه اعلان مجد الله. فهنا الهيكل وتطور المصطلح في الكتاب المقدس. عشان كده بولس الرسول لما ابتدى يتكلم عن الهيكل وفي الرساله بتاعته هو ويوحنا الراي، عايز يقول لنا احنا هنا مش بنحكي عن هيكل بحجاره، احنا بنحكي عن هيكل ايه؟ الجسدي اللي هو الانسان نفسه. ولان الخروف هو جوه فاصبح الانسان هو ايه؟ محضر الله، تمام؟ ده المئتي ألف. فهنا القياس هي عملية ربنا بيفتقد بها المؤمنين عشان يكونوا فيها. دي أهم الأرقام، في بعض الأرقام هتجينا بس هناخدها في النص. الشاهدان في الرؤية، تمام؟ الشاهدين قال لك من الضربات بتاعتهم من أفعالهم هم موسى وإيه؟ وإيليا أو الرأي، لأن في ضربة المية. في رأي تاني قال لك لا دول أخنوخ وإيليا، لأن الاثنين صعدوا في الشاهدين اللي في رؤيا 11. بيقول لك إن الشاهدين دول النقطة اللي هي تشترك ما بين موسى والشاهد إن هو تحويل ضربة المية، تحويل الماء إلى دم. فقالوا لك ده عشان عمل دي فيبقى هو موسى وايه؟ وإيليا. رأي تاني قال له اتسك أخنوخ وإيليا، لأن الاثنين صعدا لإيه؟ السماء أحياء، فلازم هيرجعوا عشان يموتوا. رأي تالت لا لا، دول بطرس وبولس بتوع العهد الجديد، لأن دول لسه يوحنا شايفهم مستشهدين في أيام نيرون. رأي رابع قال لك دول اثنين شخصيتين ربنا أوجدهم في المجتمع في الأيام الأخيرة هيكرزوا باسمه، والناس هتخاف تدفن جثتهم الثلاث ايام ونصف. رأي خامس قال لك لا ده هم اتوصفوا ان هم منارتين، المنارتين والزيتونتين، الزيتونتين والمنارتين، فدول الكنيستين اللي اتوصفوا بوصف ايجابي في الكنائس السبعة زي فيلادلفيا. رأي سادس قال لك ده نموذج رمزي عن الشخص اللي بيشهد عن الله. Oh,
حسنا به ابن نزلوا هنا نزلوا هنا وما يسوع و اسمك ليأتي ملك تكن مشيئتك كما السماء كذلك خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوب كما نغفر نحن أيضا مذنبين ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا أنا لك حللنا يا سيدنا. الشاهدين أو رأي فيهم هم موسى وإيليا لأن الاثنين اشتركوا في ضربة تحويل المية إلى دم. رأي تاني قال لك لا دول الشاهدين هم أخنوخ وإيليا لأنك اللي هم صعدة السماء. رأي التالت قال لك لا دول بطرس وبولس لأنهم دول أقرب ناس ليوحنا استشهدوا في أيام نيرون. رأي رابع قال لك دول أي اتنين هيطلعوا يكرزوا ويشهدوا للمسيح ودول شخصيتين لازالتان مجهولتان للكنيسة. رأي الخامس قال لك لا ده لأن هم توصفوا أن هم منارتان وزيتونتان فدول هيبقوا من الكنائس السبعة. تمام؟ رأي السادس قال لك لا ده نموذج رمزي ملوش علاقة بأشخاص فعلية بيعبر عن الشهادة للمسيح. رأي السابع ده قال لك دول بيعبروا عن الوظائف المسيانية. قلنا ان السفر مفتاحه هي كلمة ملوك وكهنة. لما نخش في الكنائس السبعة هنجيلها بالتفصيل دي. لان عندنا وظائف المسيانية النبوة اللي هي التعليم الكهنوت ثم الملك. فهنا دول لان في السماء هم هيقتلوا فمش هيبقى فيه بعد كده تعليم تاني لان كله هيخاف يجي يدفن جثثهم. ويقول لك بقى لما هم قاموا من الموت وبقوا كل يخاف منهم اعطي السلطان من ايه من فمهم اللي هو التعليم. فدول كانوا بيعبروا عن عمل المسيح الكهنوت كذبيحة وعملوا كايه كملك الملوك ورب ايه الارباب. وده الرأي ده ربطهم بقى بايه الرأي ده بزكريا النبي لما اتكلم عن الزيتونتان والمنارتان. وده كان اليهود في ايام القديس يوحنا الرائي ودي كانت حاجه مع المسيح واحنا خدناها قبل كده وتسخ في مخطوطات قمران ان اليهود في مشهد دخول رب المجد اورشليم تعاملوا معاه من ثلاثه منظورات. احنا عندنا وظيفه النبوه والكهنوت والملك بنشوفها ان دي وظيفه والثلاث وظائف بيعبروا عن شخص ايه. في القرن الاول الميلادي اليهود شافوا ان كل وظيفة بتعبر عن مسيا فيبقى عندهم ثلاثة ايه شكله. هو داخل اورشليم استقبلوه كملك قال لهم مش انا الملك. بعد شوية هيخش الهيكل يقلب الدنيا ما حدش يكلمه لان هم في كتاباتهم في قمران وفي الكتابات بتاعت العهد القديم لابو كريفا كانوا بيشوفوا ان هيظهر من بيت هارون واحد يمسك الهيكل ده يطهره. عشان كده سألوا السؤال بعديه لو انت المسيا اثبت لنا ان انت ضد الرومان سؤال الجزية. تمام؟ بعد شوية ازاي اليهود هيعمل حشد لكل رؤساء كانوا هيعملوا حشد لكل اللي موجودين في وقت الفصح
كانت اورشليم في الوقت ده مليانه حوالي على الاقل 2 مليون واحد هيقولوا اسلوبه واسلوبه في نفس واحد وبيلاطس يخاف منهم ويسلموا، لان هتلاقوا الكتاب بيشار للحته دي كخلفيه يهوديه. قال لهم قالوا له ايه لما جه رئيس الكهنه بعد قصه الـ 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 الهيكل وتطهير الهيكل، والمسيح في سؤال الجزيه راح قال لهم اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ودي معناها المسيح عايز يقول لهم انا قلت لكم يخش الهيكل هنا حاجه اسمها شقل القدس من الفضه، فهنا مفروض يخش الشقل بتاع الله من صوره قيصر، فبتاع قيصر ده بره في الهيكل الشقل ايه بتاعه، فاعطوا ما لله لله وما لقيصر اللي عليه الصوره لقيصر، ما تدخلش الصور، وربنا في الوصايا العشر لا لا تصنع لك صوره ولا تمثال منحوت، فازاي تدخلها وتقول دي العطيه اللي انا هديها لربنا، تدي له وثنيه؟ فكان ربنا بيقول لهم الشقل اللي كان بترسم عليه المناره عشان ينور. فهنا الراي السابع اللي هو بيحط الوظيفه المسيانيه هي الشاهدين عشان يقول لك فعل المسيح في الكنيسه كفعل كهنوتي وكفعل ايه ملوكي اعطال الكنيسه. في بقى من ضمن ده اقوى راي، وفي راي تاني بيوازيه في نفس القوه ان هم اخنوخ وايليا. ليه بقى؟ لان ايليا اغلق السماء لم تمطر. ايليا لما طلع من بقه ان اباده الكهنه بتوع البعل ال 400 كان بتوع ايزابيل والبعل تم ابادتهم، ان لما والناس اللي رفضوا انه يكون ايليا شافوا قال لك ايليا ما حولش الميه لدم، لا ايليا عملها لما جف الذبيحة حوالينها عمل مجرة مية وملأها ماء وملى الذبيحة مية ثم النار نزلت عليها فظهر منها ايه؟ ان هي احرقت وقبلت كدم وسكيب. بعد كده ان الجزء ده خاص بإيليا، فهم ارجح على رأي ان هم يا اما اخنوخ وإيليا او بيعبروا عن الوظائف ايه؟ بتاعت رب المجد المسيانية. طب هيجي يقول لك في الحتة دي ايه التي تدعى روحيا سدوم ومصر حيث سلب ربنا. ايه اللي في اللاويين؟ يعني اصعب اصحاح في الكتاب المقدس هو لاويين 18، اصعب اصحاح بيوصف الخطيه، بيقول له متى دخلت الى الارض التي انت داخل عليها لا تصنع ركس المصريين ولا ركس الكنعانيين. اقروا الاصحاح ده بيتكلم عن العلاقات المحرمه وان الانسان بيرفض الله في حياته والقداسه. ده الاصحاح بيسموه كده اصحاح الخطيه في عمقها. فبيقول له هي تدعى روحيا سدوم ومصر، لان ربنا لما جه الشعب داخل قالوا لا تصنع ركس المصريين ولا ركس الكنعانيين، لا الركس بتاع سدوم وعموره خطيه لوط ولا الركس بتاع المصريين في العلاقات المحرمه. فهنا ليه بقى؟ لان دي الخطيه هي اللي بسببها اتصلب ايه المسيح حيث صلب ايه ربنا. الشاهدين دول قال عنهم تعبير جميل جدا ان هم بيعملان معا قائمان كل حاجة مع بعض. ده اللي زي ما قالها الجامعة اثنان خير من واحد، جامعة 4-9، لان هنا بيشير للعمل المتحد في الكنيسة. الشهادة للمسيح ما هيش عمل فردي، استحالة تكون عمل فردي. فانا عايز اقول ان دور الشهادة بتاعهم هو عمل ما تمش بانفرادية، هو تم مع، ودي اللي نقدر نقولها مع بولس الرسول لما قال احنا عاملان مع الله مربوطين معاه في الشغل. فده دور الشهادة، ان هي مش شهادة فردية ما حدش بيعبر عن ذاته، نحن بنعبر عن العمل اللي قدمه المسيح والخلاص اللي قدمه البشرية. فده عمل مش بيتم من الانسان نفسه، بيتم في عمله مع الله. فانا مش هيتكلم ان هما مش في صورة انفرادية. في لاويين 18 اقروا لما ناخد بريك هتلاقوا الجزء اللي هو بتاع ركس المصريين والكنعانيين اللي ربنا دايما كان بيقول لبني اسرائيل ابعد عندي، ودي كانت السبب في ان ربنا كان بيعاقب بني اسرائيل. مش كده كل شويه لما يجي بعد كده فيما بعد اللاويين بعد موسى النبي يجي يكلمهم يقول لهم انتوا عملتوا خطيه مصر، انتوا عملتوا خطيه مصر اللي هي اشار فيها لاويين 18. ده بالنسبه للشاهدين. ويعني سيدنا يحلني ولله المجد الدائم ابدين امين. انت ايه حكايتك؟ انت ايه ده؟ انا عايز اقول لكم على حاجه مهمه. يعني سفر الرؤية ده سفر رمزي، فربنا بعت لنا ابن رمزي ابونا بولس رمزي. وعايز اقول لكم على بامانة احنا كلنا اخوات، يعني في المدرسة كلنا اخوات.
لما جت اللي عمل اليوم ده ربنا، لما جت فكرة اليوم ابونا كان بيتكلم معايا في التليفون، انا بسأل عليه قال لي ده انا بعمل يومين دول دراسة عن سفر الرؤية، تبين ان الرؤية ديت كل الكشاكيل ديت يعني كل الموضوع ده طبعا دي دراسة مقارنة لغوية نصية فيها استجماع، المهم يعني فكنا بنتحاور مع بعض، قلت له طب ده احنا ممكن ناخد حاجة زي كده في تيرونس، سألتكم على اليوم الأجازة تبين ان النهاردة يوم أجازة، وبعدين قالوا لا ده بكرة يوم أجازة وحاجة زي كده. المهم انا لما جات الفكرة فكان أبينا الحبيب نيافت الأنبا بافلي في الخارج، كان عنده خدمة في الخارج في كندا، فبعت الفكرة درافت بتاع الموضوع لسيدنا، فسيدنا في الخارج المهم الموافقة على اليوم جت متأخر يعني، فأنا ركنت الموضوع لأنه خلاص دلوقتي قربنا على الوقت، فالدكتور عادل كلمني بالليل كبعت لي قال لي أنا عرفت أن أنتوا عاملين دراسة على سفر الرؤية، لم يكن هذا الميعاد قائم، كان مجرد فكرة، ففي ورق عمل 1 2 3 4 وبعتهم لي، كان سيدنا وصل بالسلامة، فبعتهم لي هو تقريبا 12 بالليل، فرحت أنا بعت الدرافت ده لسيدنا وقلت له الموضوع ده كان معروض على نيافتك من ساعة ما كنت في كندا، راح قال لي بالبركة، فالله له إرادة ان احنا نبقى النهاردة في الأبو غلامسيس في الروح في يوم الرب. فرصة طيبة، احنا هناخد يعني ريست 10 دقايق بس مش اكتر عشان سيدنا هيباركنا بكلمة، وجميعكم تعلمون انه قد ايه ابينا الحبيب نيافت الانبا بافلي محب جدا للتعليم ومشجع جدا للتعليم، وهو صاحب كل هذه الاعمال، صاحب كل هذه الخدمات، ولولاه ما كانت هذه الاعمال تتم اطلاقا يعني. نشكر ربنا انه سيدنا بيحب يجمع كل الطاقات العلمية من كل الكرازة من الداخل والخارج عشان يبقوا باقة من الزهور والتنوير والرائحة الصافية الأرثوذكسية النقية الصافية في مدرسة تيرانوس. ومثلما يقول الآباء ان الرائحة اللاهوتية دي عاملة زي عصير العنب المركز اللي فيه الفائدة، وزي فرق الزهور اللي بيعمل رائحة طيبة تدي للنفوس مذاقة حلوة للحياة الروحية. طبعا باسمكم العمل ده عمل بيعمله سيدنا بشخصه، يعني مش الشكر كلمات بسيطة جدا تعجز عن انه بيوفر لينا. الرغبة مش كفاية والنوايا مش كفاية، ما ناس كتير عندها نوايا، وعندنا درافت كده من كنت بشتغل من ايام من التسعينات ومن الثمانينات في مؤتمرات القادة، عندنا افكار كتيرة جدا واستبيانات، كان عندنا اوضة في البطريركية مليانة استبيانات ومليانة اراء، المهم ان تأخذ هذه حيز التنفيذ وان الاحلام تبقى واقع. شكرا كتير يا سيدنا، شكرا كتير كمان في حاجة يعني غير مرئية، المعاونين اللي بيخدموا مع سيدنا بيتعبوا معنا كثيرا من أجل استمرار المدرسة، بيتعبوا معنا كتير من أجل استمرار المدرسة. والشكر الأخير على الأمر اللي أنا عايز أشكر فيه سيدنا، القاعة ديت، القاعة ديت أنا انبهرت لما اتأسسها سيدنا، وجيت في الافتتاح وقلت أي مكان بروح فيه أشوف أكلة حلوة لازم أكل منها وأدوق منها، مش كده لازم تبقوا يعني الشحات الشاطر، فلما جيت انبسطت قوي بالمكان وقلت يعني سيدنا يسمح لنا، قال قوي قوي المكان ده للتعليم وللكرازة ولكل محبي الدرس من سواء من أي قطاع من القطاعات. ربنا يديمك يا سيدنا ويجعل الخير في الكنيسة. وبنتهز الفرصة كمان وبشكر أبونا بولس الباحث الشاب، أبونا بولس رمزي، ومن الكهنة الواعدين اللي بنتمنى ان كلكم تبقوا كده واعدين وتنتشروا جيش في الخلاص ببركة صلوات سيدنا وبحضوره في الخدمة في اسكندرية المبهج، وبرضه تصلوا كتير لسيدنا من أجل ان كل عمل بينعمل إيجابي وقوي ومبارك بيجد مقاومة
من الشيطان، ومين اللي بيدوا ودانهم وقلوبهم وعقولهم للشيطان؟ ومن النفوس الصغيرة اللي هي مش عارفة بتعبس. فبنصلي من أجل سيدنا البابا رئيس الكنيسة، إن ربنا يديله سلام، ونصلي من أجل سيدنا الأنبا بافلي، ومن أجل كل الخدام والعاملين في الكنيسة. تتفضلوا دلوقتي هنشرب حاجة كده سخنة.